للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لاهاي زيد تيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا. أهلا بك سيد زيد وأسعد باستضافتك دائما. أبدأ معك النقاش بهذا الخبر الأخير الذي تناولناه الآن حول قرار الإدارة المدنية بإنشاء بعض المستوطنات الجديدة ردا على اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة. برأيك سيد زيد هل هكذا فعل وهكذا تصريح من حكومة الاحتلال كأنها ترفض بشكل أو بآخر إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ أسعد الله صباحك أخي أستاذ محمد، تحية لك ولفضائيتكم الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. أولا هذا القرار لو إجينا نبحث في موضوع القانوني فهو خارج عن القانون، لأنه قرار محكمة العدل الدولية أتى في هذا الشهر الشهر الماضي بشكل واضح وصريح بأنه القدس والضفة الغربية وغزة هو دولة محتلة من قبل الاحتلال، ولا يحق للمستوطنين لا البقاء فيها ولا توسعة المستوطنات ولا إقامة أي مستوطنة جديدة. هذا جانب. الجانب الآخر، يحاول سموتريش وبن غفير والحكومة ونتنياهو تقطيع أوصال الضفة الغربية لعدم إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأوصال، وهذا بصراحة دليل واضح لعدم احترام إسرائيل وانتهاك للقانون الدولي حسب كل التقارير الدولية والمحلية بالصورة والصوت، لأنه هم يصرحوا بذلك. وهذا دليل واضح بأن الدول التي اعترفت بفلسطين، وكأنه فقط 5 دول اعترفت 149 دولة بدولة فلسطين، ونتمنى أن يكون هناك ضمير لبعض الدول الذي لم تعترف أن تعترف، وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس رغم كل هذا القتل وحرب الإبادة الذي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، إن كان في غزة أو كان في الضفة الغربية أو في القدس. هذه كل المستوطنات مستوطنات غير شرعية تتناقض مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة ومع القرار الذي أصدر سابقاً بخصوص جدار فصل العنصري بال 2004، كذلك الامر قرارات دوليه، كل القرارات و23 34 نفس القرار الذي اصدر بنفس السياق، كل القرارات الدوليه اللي دائما هذا الكيان الصهيوني لا يقيم لها وزن على الاطلاق، وبيعتقد انه كل هذا يعني الاستفزازات انها سيكون استقرار في الشرق الاوسط وأمن. أنا أعتقد لا يكون استقرار ولا أمن للشرق الأوسط دون تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بناء دولته. الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يمارس كل أشكال الإرهاب مثل ما يمارسه بغزة تماما، يستخدم الدروع البشرية في الضفة، مارس كل أشكال الإرهاب مع الأسرى في سجون الاحتلال إن كان حتى في غزة أو كان في الضفة. نحن القضية الفلسطينية قضية واحدة لا تتجزأ، ولكن الاحتلال يحاول جاهدا منع كل آمال طموحات الشعب الفلسطيني بتقطيع أوصال الضفة الغربية، يعني بشكل واهم يعتقد ذلك أنه بيقدر يكسر إرادة هذا الشعب الفلسطيني. وأنا بقول لك بكل صراحة أخي محمد، لا يمكن كسر إرادة الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني سيبقى يناضل ويكافح حتى تحقيق كل ما أتى بناء ثورته الفلسطينية منذ 1948 إلى يومنا هذا ولتحقيق آماله. وربما يعني قبل أن ننتقل أستاذ زيد إلى ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة ما التصعيد الجاري منذ ساعات ومنذ أيام داخل نابلس، قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة تحديدا، يعني حتى ننتهي من ما يتعلق بالمستوطنات المزمع إقامتها الآن، هل يعني إذا عدنا عودة سريعة للتاريخ سوف نجد أيضا أن بداية التوسع من بعد 67 وحتى يعني تاريخ قريب ربما حتى حدود الانتفاضة الفلسطينية الثانية كان القائم بمعظم هذه الاستيطانات كانت مؤسسة أيضا أو مستوطنة شاملة تسمى نحلات شمعون إن لم تخن الذاكرة في ذلك الوقت، وكانت هي من توسعت بهذا الشكل. هل ما نراه الآن في هذا الخبر هو هيكلة لبداية توسع أخرى يزمع الاحتلال في تنفيذها؟
نعم، هناك لجنة خاصة أستاذ محمد بالاستيطان، يقودها طبعا ماليا سموتريتش وبعض قيادة العسكريين، إضافة لوزير الداخلية ما يسمى وزير الداخلية بن غفير، ويعطى صلاحيات المستوطنين بطريقة عشوائية، يختاروا المكان الذي يرغبوا، لاحظ يقطعوا شجر الزيتون، يحاولوا توسيع كل المستوطنات، يحاولوا خلق أي مستوطنة تحاول ضربت المدينة الفلانية، نابلس مثلا مع جنين، مع طول كرم، مع رام الله، مع الخليل، لاحظ ما يفعل الاحتلال بالخليل، توسعة غير طبيعية، المدينة القديمة، يحاولوا قدر الإمكان خلق واقع جديد بالضفة الغربية. الاستيطان، نعم هناك توسعة في 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 نابلس، أكثر من مستوطنة بيتا، وحاولوا إخواننا في نضالاتهم أول شيء هدم أول مستوطنة، وثاني مرة وثالث مرة، ولكن الاحتلال يحاول جاهدا توسيعة المستوطنات، ومع العلم أن هذه المستوطنات أحيانا لا يوجد فيها أعداد كبيرة من الإسرائيليين، يوجد بها مستوطنة كبيرة جدا ممكن أن تأخذ أكثر من إمكانيات المدن الفلسطينية بالماء والكهرباء والخدمات، ولكن هي فيها عبارة عن بعض عشرات المئات الموجودين فيها، ولكن يحاولوا أن يأخذوا كل الأماكن المرتفعة في الضفة الغربية، كل الأماكن التي تحاول قطع التواصل بين أبناء شعبنا الفلسطيني، وخصوصا على الطرق السريعة وعلى الأماكن التي تربط المدن ببعضها. عفوا سيد زيد، يعني عفوا إذا سمحت لي، لأن هذه النقطة هي في غاية الأهمية التي تريدها حضرتك الآن. يعني أنت الآن تقول أن معظم هذه المستوطنات ربما تكون على مساحات كبيرة جدا ومساحات شاسعة جدا، لكن لا يسكنها سوى ربما المئات على أقصى تقدير بعض الآلاف، ويوفر لها من مصادر الطاقة والماء والغذاء أكثر مما يوفر لمدن فلسطينية بالكامل. هذه النقطة في غاية الأهمية سيد زيد. هل ألمح من كلام حضرتك أن هذه المستوطنات كأنها بديل عن المدن الفلسطينية، أو كأنها إحلال عن المدن الفلسطينية المتجذرة والتاريخية؟ هو شوف، هذا الاستيطان هو استيطان إحلالي عنصري بكل وضوح، يأخذ أراضي ليس أراضيه، أراضي الشعب الفلسطيني وممتلكات الشعب الفلسطيني، ويحاول تقديم كل ما هو ممكن لهذه المستوطنات. ولاحظ أستاذ محمد أنه ماذا يحصل المواطن الفلسطيني في أرضه، كم من الماء يحصل، وكم من الإسرائيلي في مستوطن يحصل. هناك أكثر من 80% فرق بين المواطن الفلسطيني، إذا بيحصل على 10% الإسرائيلي يحصل على 90%. هناك فرق جديد، علاوة على حرب المياه الموجودة الآن في الضفة الغربية، لا يمكن أن يكون هناك بدائل عن المدن الفلسطينية، ولكن هذه المستوطنات المترامية الأطراف هي أساسها خلق قطاعات منفصلة عن بعضها، يعني فصل جنين عن طول كرم، عن نابلس، عن قلقيلية، عن سلفيت، عن كل المناطق، عن لاحظ الأغوار، أريحة، عدم ترابط المدن الفلسطينية. هذه المستوطنات تخلق واقع جديد من احتلال أبارتهايد إرهابي عنصري، يحاول منع التواصل الفلسطيني من أجل تشكيل هيكل فلسطيني واحد جامع بتواصل. ولاحظ القرار الأخير الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، يقول بالنص أن هذه المناطق متواصلة بين القدس وبين الضفة الغربية وغزة، ويمنع منعا باتا أي استيطان على هذه المنطقة، وهذه المناطق كلها جميعا محتلة ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقمة قرارات الأمم المتحدة. يعني بذلك أن هذه كلها مستوطنات خارج عن القانون، وهي مستوطنات على أرض فلسطينية، ولا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف من الظروف لكن مهما أستاذي حاول احتلال توسعتها. لكن أستاذي، يعني حتى في نقاشنا الذي كان بالأمس حين تحدثنا عن العديد من الجوانب القانونية
أكدت حضرتك أكثر من مرة أن دولة الاحتلال لم تلتزم ولم تطبق أي قانون منذ عام 47 وحتى يومنا هذا، فكيف بقرار عارض من محكمة العدل الدولية عن أو حتى عن مجلس الأمن عن الامتناع عن تهويد بعض الأماكن أو الاستيطان فيها؟ يعني ربما هذه النقطة تحتاج إلى المزيد من التفصيل، لكن لضيق الوقت أشكرك من لاهاي السيد زيد تيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا، شكرا لك.